بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عنوان فقرتنا: كيف نواجه الضغوطات النفسية في الحياة؟ الإنسان بشكل عام يعيش في حياته يواجه الكثير من التحديات والمشاكل والابتلاءات، ساعات حتى الابتلاءات تكون كبيرة مثل فقد عزيز، خسارة مال، مرض وما شابه ذلك. في بعض الناس عندما يتعرضون لهذه التحديات يصابون بآلام نفسية كثيرة، ضغوطات نفسية كبيرة. هذه الضغوطات لها تأثيرها السلبي على صاحبها، سواء على صحته الجسمية أو صحته النفسية. صحته الجسمية ممكن يصاب بأمراض السكر والقلب والضغط وانحراف المناعة مثل الأمراض الجلدية وما شابه، وممكن على صحته النفسية أن يتغير سلوكه، مو السلوك السوي الصحيح المناسب، سلوك سلبي يأثر في تعامله على الناس من حوله، أحبته، أسرته، أحبته، أصدقائه، جيرانه، المجتمع. طيب ما هو الحل؟ كيف نواجه هذه الضغوطات النفسية؟ واحد، هونها وتهون. يعني شنو؟ انظر للجانب المملوء من الكوب. ترى الإنسان أحياناً نقول له انظر لأي موقف يمر عليك 3 dimension، النظرة الثلاثية، لعل في جانب أنا ما قاعد أشوفه، في جانب مشرق بهالموضوع أستفيد منه. ما مر عليكم ساعات مشاكل أو أشياء أنتوا تبونها وما تسير ونزعل وبعدين نقول يا ربي الحمد لله صج إنه كان من مصلحتنا أنه ما يصير؟ ما مر عليكم؟ أنا متأكدة أنه مر عليكم. لذلك أقول في أي تحدي، أي موقف أنت تضايقت من كلمة، معزموني، مقدروني، سمعت الكلمة، اجرحوني، أكو شيء اسمه التسامح وتغافل ذكي، أكو شيء اسمه تواضع، ريح بالك. أقول ساعات لبنفسي، بعض الناس يحتاجون أن احنا ننبههم، ممكن أقول، ولكن أيضا أقول انظر للنعم الثانية اللي عندك كثيرة. 2، انظر لمصيبتك، مثل ما نقول احنا بالكويتي، اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. أكو أكثر من 9 ملايين جائع في العالم، أكو ناس ما عندهم حتى سقف يغطيهم، احنا ساكنين وين ما كنا، لو أنا أقل من غيري، بس أنا وايد أحسن من غيري. السعيد مو اللي يملك كل شيء، السعيد اللي يسعد بكل ما يملك. هذه أيضا أسميها رقم 3، القناعة. القناعة تسبب هناءة العيش. القناعة ما تخليني أشوف اللي بأيدي الآخرين، لكن أشوف اللي بإيدي. رقم 4، وهو آخر شيء في مواجهة التحديات، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فضفض إلى الله. ترى الأطباء النفسانيين ليون يعالجون، أول شيء إن المريض يفضفض، فكيف إذا كان اللي بتفضفض له هو الله سبحانه وتعالى؟ ارضى بقضاء الله، فضفض إلى الله وأرضى بقضائه، ففي هذا الرضا أحسن عامل للتخلص من الطاقة السلبية، بالذكر والدعاء والمناجات والقرآن، بعمل الصالح، عمل الخير. أرضى بالقضاء فأنت الرابح. إن شاء الله تكون الفقرة عجبتكم، وحياكم الله. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم معانا في فقرة جديدة. اليوم راح نتكلم عن العادات والشغلات اللي ننسأل فيها. دائما أحصل اتصالات يقول لي متى نوقف الممية؟ هل الممية تأثر على أسنان عيالنا ولا لا؟ متى نوقف المصاصة؟ هل المصاصة تأثر على أسنان العيال أو لا؟ متى عيالنا يعتمدون على نفسهم ويفرشون أسنانهم؟ هذه أسئلة وايد تنطرح بشكل يومي، إذا مو بشكل يعني 3-4 مرات باليوم. زين، خلنا نبدي أول شيء بالممية. يا جماعة الخير، الرضاعة لي سنتين، الممية نحاول نوقفها بعمر سنة إلى سنة ونص، نحاول نوقف الممية، لأن الحليب اللي نحطه بالممية العادة يكون فيه سكر عالي. لما الياهل يشرب الممية بعمر السنة وعنده أسنان بحلجة، نشيل الممية، ناخذ فرشة اللي بالإصبح أو ناخذ قطعة شاشة كبيرة نبللها ونمسح الأسنان ونتأكد ما في بقايا حليب على الأسنان ولا داخل الفم، ونشيل الممية ونحطها. الحل الأفضل من كذي إن الياهل يشرب الممية، ناخذ تكرمون الحمام، نفرش أسنانه ونحطه بالفراش مع ممية ماء أو من غير ممية، نعود على العادة هذه.
بس بعمر السنة ونص لازم نتأكد أنه ما في منمية. إذا استمرت المنمية مع الطفل شنو يصير؟ تبدي الأسنان اللي قدام اللي فوق تسوس، وبعدها الأسنان اللي ورا تسوس. زين طفل عمره سنتين سنتين ونص أسنانه كلها مسوسة، شلون نقدر نعالجه؟ في الأغلب نلجأ إلى البنج العام عشان نعالج الطفل هذا. فحافظوا على أسنان عيالكم من توخرون المنمية. زين المشكلة الثانية اللي صادفها معظم الأمهات والأبهات هي المصاصة. شنو تأثير المصاصة؟ المصاصة تؤدي إلى مشكلة في العضة، العضة تكون مفتوحة إذا استمرت المصاصة لبعد 5 سنين. إذا وقفنا المصاصة بين عمر 3 و4 سنين إن شاء الله نتفادى المشاكل اللي تسبب لنا الفك المفتوح، بس ضروري نوقفها قبل نمو الأسنان الداعمة. إن شاء الله استفدتم من فقرتنا ويعطيكم العافية. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بالفقرة الرياضية. اليوم تمارين عالية الشدة، ومن فوائد تمارين عالية الشدة أن تساعدنا على حرق سعرات حرارية عالية وحرق الدهون، وتساعدنا على تحسن اللياقة البدنية والتحمل الجسدي والعضلي. أول تمرين عندنا الروينج أو التجريف، راح أوريكم شلون تستخدمون هذا الجهاز. عندنا الكرسي المتحرك، راح يكون بهالطريقة أني راح أجدم وأرجع، وعندنا مكان نثبت الأرجل فيها مع الحزام. أثبت الأرجل، لازم أشد الحزام، أتأكد أنه مشدود على الأرجل ما يفلت، لأنه ممكن راح يسبب لك إصابة. فراح أمسك المسكة بهالطريقة، فدائما ركزوا ان تكون الايد متساويه. وبهالطريقه بشكل سريع اوريكم اسحب تقريبا من 30 ثانيه الى دقيقه، ودائما نص سرعه بهالشكل، ما ابي يكون بطيء. بهالطريقه هذه ما راح تستفيد، فدائما حرك جسمك بالكامل، لان هذا الجهاز يحرك أغلب عضلات جسمك. من أخلص تقريبا مثل ما قلت لكم، للمبتدئين 30 ثانية وللمتقدمين دقيقة، وبعد على طول راح أقوم من الجهاز. إذا كنت تعبان أريح 20 ثانية، إذا شفت نفسك تقدر على طول راح نروح على الجمبوكس. الجمبوكس راح يكون نفس الشيء، للمبتدئ 30 ثانية أو للمتقدم دقيقة. فراح أوريكم شلون أني راح أصعد بهالطريقة كذي على طول على طول. أول ما أخلص من جهاز الروينج وبعدها راح أروح على الجامب بوكس. عندنا التمرين الثالث اللي هو البوش أب. راح أنزل، ودائما البوزيشن بوش أبس راح يكون خصري ثابت مستقيم، ما ينزل تحت ولا يصعد فوق. وراح ألعب من 30 ثانية أو 15 تكرار بهالطريقة على طول وراء بعض. ومن أخلص أريح تقريبا دقيقة، وبعد أرد أعيد الجهاز الروينج والجمب بوكس والبوش أب من 3 إلى 4 جولات. وقلت لكم تريحون بين التمارين إذا كنت تعبان، أساس تريح وتأدي التمرين اللي بعده بشكل صحيح، تريح من 20 إلى 30 ثانية. وكذي شفنا التمارين عالية الشدة، وأتمنى أن استفدتوا من فقرتنا اليوم. نشوفكم على خير.